كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. وقع الأمر عندما يتحدث الإنسان على أي استراتيجية أو يضع السؤال أي استراتيجية للنهوض بكرة القدم بمدينة سلا، فبطبيعة الحال أن هذا السؤال تترتب عليه واحد الأسئلة أخرى، خاصة تلك التي ترتبط بشيء مهم على درجة كبيرة من الأهمية، هو الموقع الذي تحتله اليوم كرة القدم السلوية في الخريطة ديال كرة القدم الوطنية. المؤسف من خلال أول نظرة أو أول جرد نوعية التواجد ديال كرة القدم بمدينة سلا، غادي نشاهدوا على أنها تتصدر على مستوى البنى التحتية الكبيرة جدا بوجود مراكز للمستوى العالي، لا مركز مركب محمد السادس لكرة القدم ولا أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ولا أيضا المركز المركب الرياضي العسكري، ولا أيضا معهد الملكي لتكوين الأطر. بخلاف ذلك لغاية الأسف على مستوى التواجد النوعي يمثل واحد الحالة ديال التراجع كبيرة جدا وما كيطابقش تماما مع الإمكانية مدينة سلا. اليوم وجود فريق الجمعية الرياضية السلوية لكرة القدم في القسم الوطني الثاني شيء أصبح مألوف، وربما هو نفسه كيحكم على هذا الواقع اللي هو واقع حقا مهترئ، واقع يحتاج بالفعل إلى حالة استنفار قصوى لتغيير هذه الأمور، وأعتقد على أنه تغيير يجب أن يستهدف بالأساس المجال التدبيري والمجال التسييري، محاولة رفع الحكمة لكي تكون حكمة جيدة. أنا كان أعتقد على أنه اليوم مطالب الجماهير السلوية على كثرتها وهي كثيرة جدا طبعا، على أنه عندها مطلب واحد وأنها تريد أن تشاهد فريقها في القسم الوطني الأول ينافس على الألقاب كما هو حال كثير من الأندية. اليوم يمكننا نتكلم على أندية تتواجد بالبطولة الاحترافية الأولى تنافس أيضا على الألقاب وليس لها لا ساكنة ولا مرجعية ولا تاريخ مدينة سلا، وهذا شيء مؤسف. فبالتالي هناك حاجة لاستنفار كل القوى من أجل أن نؤسس لمستقبل جديد لكرة القدم وبخاصة لقاطرة هذه كرة القدم في المدينة اللي هي الجمعية الرياضية السلوية اللي تئن لغاية الأسف لمدة 30 سنة تحت وطأة تسيير أحادي، تسيير ما عندوش أدنى علاقة بالحكمة الرياضية الجيدة، ما عندوش أدنى علاقة بالمشروع الاحترافي اللي كيراهن عليه المغرب اليوم كتراهن عليه كرة قدم وطنية. فإما أن جمعية سلا تركب القطار وتمشي مع الأندية باش تمشي وتحسب على الأندية المحترفة والأندية المنتجة، وإما أنني كنقولها من الآن أنه إلا بقت الجمعية الرياضية السلوية على هذا الحال بعد 4 أو 5 سنوات غنشوفوها في فريق الهوات، وربما سيكون مآلها كمآل الكثير من الأندية اللي كانت قمة على مستوى الفرجة وعلى مستوى الأداء في سنة 70-80 القرن الماضي وأحرزت ألقاب ولغاية الأسف تورت عن الأنظار وتراجعت. ويمكن كمثال على ذلك نقدم فريق الاتحاد القسمي، نتكلم أيضا على فريق شباب المحمدي اللي عاد رجع مجددا إلى البطولة الاحترافية الثانية، نتكلم أيضا على النادي القنيطري، على المغرب الفاسي اللي موجود أيضا في القسم الوطني الثاني، على مجموعة من الأندية اللي هي أيضا نزلات إلى أندية الهوات لغاية الأسف. احنا حاولنا غير نساهموا بلاهم بالحضور ديالنا ونعطيو معلومات، لان باش نعلق الراي العام يعرف انا حنا كنا منخرطين جامع منخرطين قدماء وجددنا الانخراط ديالنا وللاسف لم يتم استدعاؤنا. حنا بهذا المنبر تنقولوا بان حنا راه ما عندنا غرض تفشيح، حنا بغينا مدينتنا تكون عندنا فريق، نطمح لفريق يكون مستوى عالي، هذا هو الطموح ديالنا. راه ما باغي لا مكتب لا رئاسه لا والو، بغينا نساهموا في النهوض قطاع الرياضه في مدينه سلا، وهذا اضعف ما يمكن ندير، خصوصا انه ولاو عندنا جميع الحوايج، جميع البنيه التحتيه اللي يمكن يتمناها شي مدينه عندنا، ولكن ما عندناش فريق وحشومه. هذا الشيء اللي نقول بعجاله، اتمنى تكون اذان صاغيه باش يمكننا كاملين نتعبوا باش نهضوا بهذا الفريق، ماشي غير كره القدم، جميع رياضات مدينه سلا. واش كنا كننتظروا يعني هذه البادره هذه من الفعاليات ديال المدينه ومن اللاعبين القدماء على باش يعني تكون واحد النهوض باستراتيجيه الرياضه في مدينه سلا عامه، ويعني ما كرهناش يعني تكون هذه الالتفاته خاصه للفريق ديال الجمعيه الرياضيه السلويه اللي يعني كيعيش واحد الظلم يعني رياضي، وكنتمنوا يعني تكون واحد الالتفاته باش يكون واحد المحاسبه ديال داك الفساد اللي كيعيشوا الفريق يعني منذ زمن طويل، وخير دليل على ذلك المرتبه اللي كيقبع فيها في سلم الترتيب.